بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الحواري الجماهيري المنبر الحر. استكمالا لنقاشنا حول التطرف والعنف والإرهاب، نتحاور اليوم حول الأرضية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للعنف. وقد وعدنا في مستهل هذه الحلقات التي نتناول فيها جوانب مختلفة من هذا الموضوع أن نحاول جهدنا أن نستجلي أبعاد التطرف والعنف المختلفة لكي لا يبدو أننا نركز على جانب دون جانب آخر. وقد اجتهدنا في الحلقات السابقة أن نتحاور حول المكونات وروافد الذهنية للعنف والتطرف، ولا بد استكمالا للصورة من أن نناقش الأرضية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة. ولكن قبل أن نخوض في هذا الموضوع، يسرني أن أرحب بالأساتذة المفكرين الكرام الذين تفضلوا ولبوا دعوتنا للمشاركة في الحوار في المنبر الحر، وأبدأ بالأستاذ الدكتور محمد سليم العوة، المفكر الإسلامي المعروف والمحامي البارز من مصر. أرحب أيضا بالأستاذ صلاح الدين الجورشي، وهو الصحفي وكاتب من تونس، وهو النائب الأول للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وأرحب بالأستاذ منير شفيق، مفكر إسلامي من فلسطين. وأجدد الترحيب بالأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي، العلامة المعروف، وهو أستاذ الدراسات الإسلامية العليا في جامعة بغداد. وأرحب أخيرا وليس آخرا بالدكتور خالص جلبي، وهو طبيب وكاتب، ويدعو منذ 20 عاما إلى تأسيس حالة لا عنف عربي أو سلام اجتماعي داخلي عربي ولاتيني. وقد تفضل وجاءنا من سوريا. وأرحب بالجمهور الموجود معنا في الاستوديو، كما أرحب بعامة مشاهدينا على شاشة التلفزيون، فأهلا ومرحبا بالجميع. إذا نصل اليوم للحديث عن الأرضية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للعنف. ونحن عندما يعني نشير إلى البعد السياسي ثم البعد الأول والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي، فإننا ندرك مسبقا أن العلاقة بين هذه العناصر والأبعاد علاقة متشابكة متفاعلة، ولا يمكن عزل أحدها عن الآخر. وقد اجتهدنا كما قلت سابقا أن نتحدث عن الروافد الذهنية والتربوية لذهنية العنف والتطرف، وقد آن الأوان أن نتحدث عن الظروف الموضوعية التي تخلق جوا مناسبا ومناخا مناسبا لبروز ظاهرة التطرف والعنف. وبغير هذا نكون كما يقول إن العنف يولد في الإنسان أو التطرف يولد في الإنسان على الطبيعة، وأن هذه الظواهر يعني يمكن عزلها بطريقة أو بأخرى عن السياق الاجتماعي السياسي الاقتصادي التي تنشأ فيه. الآن نبدأ بالسؤال مباشرة حول الوضع السياسي. كيف يسهم الوضع السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية على الجملة في تعزيز ظاهرة التطرف أو في التمهيد لظاهرة التطرف والعنف؟ ونسمع أولا من الأستاذ الدكتور محمد سليم العوة. شكرا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. العنف الذي يقع في المجتمعات العربية والإسلامية ظاهرة مرتبة، وحين نقول ظاهرة مركبة نعني ظاهرة لها أسباب متعددة يمكن حصرها في لحظة زمنية، لكنها غير محصورة لو أخذت المدى الأوسع والأعم لظاهرة العنف بوجه عام. العنف الذي يجري الآن له أسباب متعددة، وحين نذكر سببا منها بعينه فنحن لا نبرر هذا العنف ولا نسوغه ولا نقول إن هذا السبب بعينه أنتج هذا العنف بالصورة التي يقع بها، وإنما نحاول أن نضع أيدينا على مكونات الظاهرة لكي نستطيع بعد ذلك أن نصل إلى محاولة لعلاجها. العنف، الوضع السياسي أو الأرضية السياسية للعنف تتمثل أساسا في مجمل الوطن العربي في وجود ظاهرتين. الظاهرة الأولى ظاهرة القهر العام،
الناس في هذا الوطن العربي مقهورون قهرا عاما. في كل بلد هناك نخبة حاكمة مسيطرة لا تسمح للجماهير إلا بقدر شديد الضآلة، أحيانا يكاد ينعدم، من المشاركة في صناعة القرار السياسي، من المشاركة في صناعة التقدم السياسي، من المشاركة حتى في التعبير عن رأيها في مواجهة المخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها. هذا القهر ينتج حالة من الكبت لا نهائية، ولا يتخيل إنسان كيف تفعل فعلها في نفوس الشباب الذين يتوقون إلى أداء دورهم ويتمنون أن يكون لهم وجود في ساحة بلدهم السياسي، على الأقل بالمعنى الضيق للبلد، الوطن القومي أو الوطن الدولة القومية كما نعرفها اليوم. الظاهرة الثانية التي تتميز بها النظم السياسية بعد القهر الذي يمثل غياب المشاركة أو الذي يتمثل أساسا في غياب المشاركة هي ظاهرة الإبعاد والإقصاء. فهناك في كل بلد عربي قوى حاولت وتحاول أن يكون لها دور في صنع القرار السياسي أو وجود في الساحة السياسية. كان الجزاء أو كان المنهج الذي تعاملت به الأنظمة جميعا مع هذه القوى بلا استثناء هو منهج الإقصاء والإبعاد. حتى البلاد التي فيها أحزاب، هذه الأحزاب في مجملها شكلية صورية، لافتات تعلق على المباني أو صحف تصدر من الحزب يقرأها من يقرأها ولا يقرأها من لا يقرأها، ثم لا يكون لهذا الحزب دور في صناعة أي قرار أو في معالجة أي موقف مما يقتضي جهدا سياسيا تقوم به الأحزاب. حتى الكوارث الطبيعية التي تحل ببعض البلاد، فيضانات وزلازل وحرائق وما إليها، إذا حاول حزب أو جماعة سياسية المشاركة فيها منع من ذلك، فإذا لم يستطع منعه بالقوانين القائمة سنت قوانين لمنعه، سنت في بعض البلاد قوانين لمنع التبرعات كده بهذا العنوان، لمنع التبرعات لأي سبب كان إلا بإذن من الحكومة. فأصبح المسلم الذي يريد أن يتصدق أو يخرج شيئا من زكاته لمواجهة كارثة من الكوارث ممنوعا من ذلك، والمسلم الذي يجمع زكاة الناس كي يضعها في مصارفها مجرما يعاقب بالسجن 7 سنوات طبقا لذلك القانون في تلك البلد. إذن نحن أمام ظاهرة تمارس فيها الدولة عنفا سياسيا من أنواع شتى، وضعت يدي منها الآن على مظهرين. المظهر الأول القهر الذي ينال عامة الشعب، والإقصاء والإبعاد والذي يصل إلى حد سن القوانين الخاصة الذي ينال الجماعات السياسية. في ضوء هاتين الظاهرتين اللتان تمارسهما السلطة الحاكمة في مجمل الوطن العربي، تستطيع أن تتخيل كيف يمكن أن تنمو بكتيريا العنف في النفوس المقهورة والمكبوتة أو في الزعامات حتى المقصاة والمبعدة عن الساحة السياسية. نعم، وفي بعض المجتمعات أو الدول التي تسمح بقدر من المشاركة السياسية وتسمح لبعض الأحزاب أن تقوم، تستبعد في الوقت نفسه الأحزاب الإسلامية أو القوى الإسلامية بدعوى أنها أحزاب دينية، وتستخدم هذا المصطلح وأحب أن نتوقف عنده قليلا، أحزاب دينية، وترى أن السماح للأحزاب الدينية هو تعزيز للنزعة الطائفية بصورة عامة، مما يمكن أن يهدد المجتمع بالتفرق وبالتجزئة ويهدد السلام الاجتماعي بصورة عامة. إلى أي حد هذا المصطلح، مصطلح الأحزاب الدينية، بريء؟ لأنه يكاد يختزل معنى القوى الإسلامية بأنها تريد أن تصل الحكم لتفرض على الناس التدين بصورة قسرية، وتفرض عليهم أنماطا سلوكية أخلاقية أو مظهرية معينة بمعزل عن أي مشروع سياسي اقتصادي اجتماعي أو مشروع نهضوي أو مشروع لإدارة العلاقة مع الغرب المهيمن إلى غير ذلك. أحب أن أسمع تعليقا حول هذا الموضوع لعل الدكتور الأستاذ منير شفيق يعني يعلق على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن للمرء أن يتأمل بما يقصد عندما يقال لا يجوز لحزب أن يصف نفسه بالإسلامي، لأن ذلك يعرضه للتهمة كأنه يقول أنا أحتكر الإسلام، أو أن ذلك يتضمن نفي الإسلام عن الآخرين. ولكن لو تأملنا في هذه المسألة، ألا ينطبق هذا على الحزب الذي يقول أنا الحزب الوطني؟ لماذا لا يفهم عندما يدعي أنه وطني أنه ينفي الوطنية عن الآخرين وأنه يحتكر الوطنية، وبالتالي يجب أن يفرض عليه التخلي عن هذا الاسم؟ لماذا لا يطبق هذا على الذي يدعي أنه حزب ديمقراطي وهكذا؟
فالحقيقة هنالك درجة عالية من التجني في هذه المسألة. عندما يقول عن حزب عن نفسه أنه إسلامي لا يعني هذا بالضرورة لا بمنطق أرسطو ولا بأي منطق آخر أنه ينفي عن الآخرين هذه الصفة، ولا يترتب على ذلك بالضرورة هذا النفي تماما، كما هو الحق بالنسبة لأي حزب آخر أن يقول أنا ليبرالي أنا ديمقراطي أنا يعني وطني قومي إلى آخره، باعتبار أن هذه من الثوابت التي تعتبر يعني شيء يدعو للقوة ويستفيد منها الحزب. وكذلك لا يتهمون أنهم يركبون موجة الديمقراطية، يركبون موجة حقوق الإنسان، يركبون موجة الوطنية، يركبون فبالتالي في هنالك درجة عالية من أولا التجني والرأي الخاطئ في هذه القضية. وأنا ما أرى أن الحل لهذه المسائل أن يحاسب كل حزب على ما يقدم من برنامج ويقدم من مواقف، وبالتالي كما يقول مثل تؤخذ كل عنزة من عرقوبها، وبالتالي يناقش على هذا المستوى. قضية التعميم والتحريم بهذه القضية ليست قضية منطقية إطلاقا، وإلا إذا أرادوا أن يسمي الحزب نفسه أنا حزب ولا يلصق بنفسه أي صفة من الصفات التي تعتبر حميدة بسرعة ما هو يعتبرها حميدة. هذه القضية. بالنسبة للنقطة الأولى التتعلق في أسباب العنف، يمكن إذا أردنا أن نغني الموضوع أكثر فليس فقط أن نناقش العنف من حيث المبدأ، وأحسب أن معظم الذين شاركوا كانوا متفقين على تناول الموضوع من حيث المبدأ إلى حد بعيد، وليس فقط مناقشة الأسباب الاجتماعية. طبعا يمكن أن تعدد أسباب كثيرة كما قال الدكتور محمد سليم العوى تساعد أو توجد أرضية للعنف، لكن هذه مستوى من المستويات، لكن باعتقادي أنه هناك مستوى مهم جدا يجب أن يسلط عليه الضوء، وهي ظروف وشروط إمكان أن ينفجر العنف وأن يستمر العنف أو أحيانا أن ينجح العنف، وهو الموضوع الذي شغل الفكر العلماني والفكر اليساري والفكر الغربي طوال مراحل طويلة خصوصا في الخمسينات والستينات والسبعينات، لدرجة يمكن القول أن عدد المؤلفات التي درست هذه الظاهرة ليس من حيث مشروعيتها أو عدم مشروعيتها ولا من حيث تأييدها أو الوقوف ضدها، وإنما من حيث دراسة هذه الظاهرة من ناحية علمية حتى يصار إلى إما السير بها أو مضادات الوقوف ضدها. وأحسب أن الذين درسوا هذه الظاهرة من ناحية علمية ويريدون أن يكونوا إلى جانب القوى التي كانت تسمي نفسها القوى المضادة للثورة أكثر بكثير من أهل العنف الذين مارسوه من حيث دراسته دراسة علمية. مثلا أعطي أمثلة بسيطة على القضايا التي تخص هذه القضية. مثلا العنف حتى ينجح لو كان هنالك فقر، كانت هناك بطالة، كانت هناك خيانة وطنية مثلا الجانب الوطني، هذه من أسباب قد تدفع الناس للانفجار. ولكن حتى يحدث الانفجار ويصبح ظاهرة قابلة للبقاء ويصعب ضربها أو تحتاج إلى مدة طويلة للضرب، مثلا تحتاج إلى حاضنة داخلية تتقبل هذا النوع من الممارسة وتغذيه، لأن بضعة أفراد مهما كانت عضلاتهم قوية ومهما أحكموا التنظيم ومهما أحكموا التدريب هم أضعف من أن يواجهوا النظام بأجهزته وبخبرته، وبالتالي يمكن بهذه الحالة أن يحدث عنف ثم يقضى عليه بضربة واحدة ويدفع ثمن. هذا عندما يندلع العنف ولا تكون هنالك الأسباب التي تسمح باندلاعه ببقائه وربما بنجاحه. وهذه قضية هذا مجال للدراسة مهم جدا. يعني مثلا في هنالك بعض الحالات وهذا يتطلب أن يحدث تصنيف ويحدث دراسة لحالات العنف التي عرفت على الأقل في العصر الحاضر، فمثلا هنالك عنف نجح لأن هنالك دولة مجاورة تغذيه،
وتؤمن له قاعدة تحميه. مثلا العنف الذي مورس في جنوب إفريقيا يصنف من هذا النوع، أو العنف الذي مورس في فيتنام، وسبب من أسباب نجاحه أنها توفرت له قاعدة خلفية. في أمريكا اللاتينية هذه أنا أقول هذا سبب، وهذا سبب درسه الذين بحثوا في مكافحة الثورة المضادة أكثر مما درسه أصهر. هنالك مثلا سبب من الأسباب، أحيانا الريف قد يكون أرض واسعة، تكون هناك قرى ناقمة، هذه سمحت مثلا لقوى عصابات أن تسرح وتمرح، أحيانا منطقة غابات، أحيانا مناطق مناسبة. خذ مثلا في الجزائر، في الجزائر لو أخذنا تجربة الثورة الجزائرية الأولى ولا أتكلم عن الآن، كان هنالك حركة وطنية مسيطرة على الشارع، كان هنالك رأي عام عن أشكال النضال التي تمارس ضد الفرنسيين، كان هنالك أسباب عديدة من ظلم، من استعمار، من سيطرة، ومع ذلك عاشت الجزائر قبل سنوات طويلة لم تلجأ إلى الثورة. في لحظة معينة توفرت أسباب واقعية سمحت لثلاثين مبادرا، لثلاثين شخصا، أن يخرجوا عن مصالح الحاج وعن شبه إجماع، وأن يأخذوا الجبل، ثم يأخذ الشارع كله ويأخذ الشعب كله، وتنجح عمليتهم في محاربة الاستعمار، لأن هذا العنف ولد وتطور في ظروف مناسبة محلية وأيضا عربية وأيضا دولية. هذه شروط توفرت، ولذلك يصبح يعني معالجة هذا الموضوع من ناحية علمية يجب أن لا تطغى عليه المواقف المسبقة التي تريد فقط أن تعبئ ضد العنف. كذلك الذين يريدون أن يمارسوا العنف إذا فهموا هذا الموضوع بكل أبعاده وبعلمه سوف يتجنب الكثيرون منهم المغامرات الطائشة التي تجعلهم يدفعون ثمنا ويدخلون مدخلا محكوم عليه بفشل تام. هذا أيضا مدخل مهم لدراسة هذا الموضوع، وربما ليس هذا مكانه، ولكن أنا ألقي الضوء على هذا. يمكن أن يعني نزيد هذا الأمر بحثا عندما نتساءل حول النظرة التبسيطية التي يعني نلاحظها في كثير من اتجاهات التطرف في فهم الواقع وطرق تغييره، لأن التساؤل يقوم دائما لماذا يعني تتحرك هذه القوى والحقيقة ومحكوم عليها بالفشل بالنظر إلى التجارب التاريخية. نحن نتحدث الآن عن تجارب التطرف والعنف المحدودة، هذا جانب، بس في جانب آخر مثلا الشيء الذي يدهش أي باحث في هذا الموضوع من ناحية علمية، عندما يندل العنف في بلد معين ما هي الأسباب التي تسمح له بالاستمرارية؟ نعم، هو بأن يتوالد، بأن لا يقضى عليه. تمام، هذه قضية جادة يعني. ويجب أن تدرس هذه الأسئلة حول الشروط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يعني التي تسمح ببروز هذه الظاهرة. أنا الحقيقة ما أزال أيضا عند السؤال السابق حول وصف الأحزاب الإسلامية بالأحزاب الدينية والتذرع بهذا لحرمانها من المشاركة في الوقت الذي لا تحرم به قوة أخرى من المشاركة وإن كانت ضمن هامش محدود. يعني أستاذ صلاح الدين جورشي، قبل أن أجيب عن السؤال، تريد أن تشتبك مع لا أشتبك، ولكن أنا أعرف ما يقصده الأستاذ الكريم، ولكن لا أعتقد أن المشكلة فقط تقف عند ما هي الشروط التي تتوفر لنجاح عملية العنف من فشلين. أنا في تقديري طبعا العنف أحيانا ينفجر بدون مقدمات، أو هكذا يبدو وإن كان له جذوره الاقتصادية الاجتماعية السياسية في بلد ما، لكن أنا كعنصر أحاول أن أكون فاعلا في مجتمعي. ليست مشكلتي فقط هي في المغامرات الطائشة، أنا مشكلتي مع التفكير أو المراهنة على العنف كوسيلة من وسائل التغيير، سواء توفرت شروط النجاح أم لم تتوفر. فأنا أناضل من أجل استبعاد تام لهذا الخيار كخيار عملي حركي سياسي، وأحاول أن أناضل ضمن آخرين، ضمن شبكة المجتمع المدني، ضمن المثقفين الديمقراطيين، ضمن الذين يريدون أن يفرضوا الحرية في بلادنا بدون الرجوع إلى حمل السلاح. هذه الإشكالية الرئيسية. ثانيا، اسمح لي،
كان سأعود يعني مقاطعة بسيطة فقط. لا يعني تخصني أنا. نرد نفسنا، اسمحوا لي نرد نفسنا إلى سؤال. 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 غير مهم كلامي. خليك تواصل يلا زي بعض. تواصل ولكن الحقيقة. تورط. أنبه إلى ما يلي. لا تورط. أنا مثل ليست شخصية. نعم. أنا أتحدث عن قضية. ولكن اسمح لي فقط بالملاحظة التالية لتوجيه النقاش. يعني في إطار الأسئلة المطروحة، الحقيقة عندما ناقشنا الروافد الذهنية، المكونات الذاتية للذهنية الإرهابية، كان البعض يدفع دفعا للحديث عن الشروط الموضوعية للإرهاب، والآن عندما أو العنف، الآن عندما نسأل عن الشروط الموضوعية للعنف ندفع دفعا للعودة من جديد إلى المكونات الذاتية للإرهاب. ونحن الحقيقة كررنا أكثر من مرة غير مرة بأن الحديث عن جانب من هذه الجوانب لا يلغي الجانب الآخر، وقد اجتهدنا في الحلقات الماضية أن ندين التطرف بمكوناته الذاتية وألا نعتذر له. الدكتور محمد سليم العوض افتتح بالقول إن حديثنا عن الأرضية الاجتماعية الاقتصادية السياسية للعنف لا تبرئه إطلاقا، لأننا نعيش جميعا في هذه الظروف ولا نستجيب لهذه الظروف بطريقة العنف وبطريقة التطرف. فالحقيقة يعني نرجو أن نركز الآن على هذه الشروط مع إدانتنا التامة للعنف. التحدي الرئيسي الذي نعاني وأننا نعيش ظروف اقتصادية اجتماعية سياسية تدفع أو تحول دون التغيير بالطرق السلمية. أحزابنا في ونضالاتنا الديمقراطية تجد نفسها لها سقف لا يمكن أن تتجاوزه، هذا إذا سمح لها بالعمل. جمعياتنا أيضا في مجتمعاتنا العربية تعيش حالة كبت وحالة تحجيم، فلما تنسد أو يصبح هناك انسداد في الأفق في وسائل التغيير السلمي يصبح هذا إطارا يدفع البعض إلى التفكير في عملية العنف. فنحن أمام تحدي، من جهة نريد أن نضغط على الأنظمة لكي نقولها أنها لابد أن تمكن قدرا أدنى من الحريات، لابد أن تحترم حدا أدنى من الحقوق، لابد أن توفر للمجتمع المدني إمكانية أن يكون مجتمعا فاعلا في صناعة القرار حتى لا نصل إلى العنف. فنحن بين قوتين في الحقيقة، قوة تضغط وتقهر الناس وهي قوة الأنظمة السياسية، وأيضا معها الخيارات الاقتصادية التي تخلق فجوات طبقية فظيعة في المجتمعات، ومن جهة أخرى أمام تطلعات لأفراد وجماعات صغيرة لكنها تعتقد بأن هذه الأوضاع لا يمكن التأثير فيها إلا عن طريق اللجوء إلى العنف. هذا بالنسبة للموضوع الأول. الموضوع الثاني اللي هو تضبط وأردت أن تلح عليه، أولا ليس في كل المجتمعات العربية هناك إقصاء للحركات الإسلامية أو الدينية كما تفضل، هناك العديد الآن من المجتمعات فيها حركات، أيضا هناك مجتمعات تحكمها هذه الحركات. إذا نحن انتهينا من مرحلة الخمسينات والستينات، أصبحنا في مجتمع في المجتمعات العربية عموما وفي المجتمعات الإسلامية الحركات الإسلامية لها دور لها موقع ويعترف بها إما بشكل صريح أو بشكل ضمني. هذا من ناحية. الناحية الثانية التي أريد أن نعمق الحوار فيه، الأنظمة تخشى هذه الحركات، صحيح تخشاها لاعتبارات متعددة، من بينها تخشى تغيير موازين القوى، أن هذه الحركات لها قدرة على التجيش والتأثير وجمع الناس والتأثير على الرأي العام. لكن هل هذا فقط عنصرا كافيا لتفسير هذا الخوف المتبادل، أم أن للحركات الإسلامية أيضا دور أساسي في إثارة المخاوف، في إثارة الرعب أحيانا من التغيير الفجئي والعنيف للأوضاع ولموازين القوى؟ ثم حتى عبارة الإسلاميين نحن الآن نستعملها، أو الحزب الإسلامي نستعملها بكثير من التعقل، فنقول بأن الإسلام لا نملكه نحن أو لا تملكه هذه الحركات، هذه الحركات لا تقول نحن جماعة من المسلمين ولا ندعي أننا الجماعة الإسلامية. لكن عادة في أطروحات المطروحة وفي الشعارات دائما تنسب أي اقتراح أي بدء أي برنامج تعطى له صفة البرنامج الإسلامي، المقترح الإسلامي، البرنامج الانتخابي الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي. طيب يعني إذا هناك صفة تريد أن تحافظ عليها هذه الجماعات، صفة الإسلام، وهي صفة لا تلزمها هي فقط، يعني ليست ملكا لها فقط، وإنما هي ملك مشاع مما يحدث إرباك. فأنا اعتقادي أن الفكر السياسي الإسلامي إلى حد الآن لم يستطع أن يرتب بشكل واضح العلاقة بين ما هو اجتهادي، بينما هو ذاتي، بينما هو حركة تابع إلى حركة ما في مرحلة تاريخية ما، وبين صفة الإسلام هي صفة مطلقة. نعم.
ما الفرق بين الوطني؟ هذا برنامجي وطني، اقتصاد وطني، شيوعي. ليه هذا مستوفي وهذاك يثير عليه علامة سؤال؟ لا حتى هذاك عليه علامة استفهام. يعني أنا عليه علامة استفهام؟ إذا عليك يعني علامة كلام دكتور صلاح مخيطة. كلام حزاب عبادة مدن بأكملها ما حدش عايزها. أنا أقبل. كلام يقول انه ايضا مدانين بنفس الطريقه يحاكموا بنفس السله الذين يقول نحن حزب وطني وحزب ديمقراطي وحزب ليبرالي. اولا انا موافق انه يغطس الجميع بهذا، اما ان يستفرد بالاسلام بهذه الطريقه غير مضبوط. حتى الاسلام سيدي في يعني الكلام اللي قاله الاستاذ صلاح زي ما بيقولوا البدو في المناطق القريبه من هنا دخل عباس في دباس. استاذ صلاح دخل جماعات اسلاميه على جماعات المجتمع المدني على اللي عايزين تغيير سياسي بالعنف. على سؤالك الاصلي الذي لم يجب عليه احد أنه لماذا تقصى الأحزاب التي تضع الصفة الدينية في مكوناتها أو الصفة الإسلامية؟ في كل بلد دخله الإسلام ومهما كان دخوله محدودا في عدد الناس، هناك عدد من الخلق يتوقون إلى أن يديروا شؤونهم وفقا للمرجعية الإسلامية. في البلاد التي تقول في دساتيرها ووثائق حكمها نحن مجتمعات ديمقراطية، الطريقة للتعبير عن الرغبة في الاحتكام إلى مرجعية إسلامية هي تأسيس حزب، فيتقدم هؤلاء الناس بطلب أو يحاولوا إنشاء حزب فيحال بينهم وبين ذلك. أنا أعرف بلدا حكم فيه 84 رجلا وشابا شيوخا وشبابا بتهمة التآمر بدخول الانتخابات النيابية التي كانت ستجري بعد 6 شهور من المحاكمة، وسجن منهم 54. وأعرف بلدا سجن فيه 13 شخص بتهمة التآمر لإنشاء حزب سياسي. تآمر لإنشاء حزب، والحزب لا ينشأ إلا بترخيص وبطلب وبعد محكمة الأحزاب وبعد إجراءات كثيرة جدا. فهذا جزء من الإقصاء الذي تحدثت عنه. النخب السياسية الحاكمة في مجمل البلاد العربية، في 3 بلاد يسمح فيها للحركة الإسلامية، 3 ليسوا 4، 3 يسمح فيها الحركة الإسلامية بالعمل، 1 تحكمها حركة إسلامية و2 تسمح بأحزاب إسلامية. ليشار اليوم الأخ صلاح، ونحن عندنا في جامعة الدول العربية 22 بلد عربي، ف3 من 22. لو رحت للإسلامي أنا ما أعرفش بقى كم عدتهمش وأنا قاعد، إنما لو عدوهم أحد يمكن لقي 3 تانيين في البلاد الإسلامية، والباقي كله ممنوع فيه الإسلاميين، ممنوع فيه على الإسلاميين ذوي الرغبة في أن يحتكموا ويحكموا وفقا لمرجعية دينية يستمدونها من عقيدتهم، ممنوع عليهم أن يتجمعوا. ماذا يفعل هذا؟ أنا عايز أوصل للأرضية السياسية والاجتماعية، ماذا يفعل هذا بالشباب؟ أما العقلاء من أمثال الأستاذ صلاح الدين الجورشي أصحاب الثقافة المتقدمة فيقولون طيب ننسحب من العمل السياسي ونروح للمجتمع المدني ومؤسسة حقوق الإنسان والتفكير الهادئ والكلام مع الناس عبر قنوات التلفزيون. وأما الذين يتولون إدارة هذه المؤسسات فيقولون للشباب لا تيأسوا سنحاول مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة. هنا مكمن الخطر. هناك فريق يستجيب للأمل والصبر والعمل المتكرر على المحاولة المشروعة، وهناك فريق يقول لا هذه خربانة من أولها لآخرة، حاولنا بالديمقراطية ما نفع، بالسلم ما نفع، يلجؤون إلى جماعات العنف. هذا جزء إقصاء الأحزاب ذات الطابع الديني أو ذات الأرضية الدينية عن العمل السياسي ومنعها من القيام جزء من الأسباب المسوغة لنشوء العنف في المجتمعات العربية والإسلامية. وإنكار هذا إنكار لحقيقة يعرفها القاصي والداني ولا يجوز، وفي ظلم للشباب، والحاضرون هنا معظمهم شباب سيخرجون من هنا ويقولون هؤلاء الناس لم يدلونا على الحقيقة، لنذهب إلى جماعات العنف في شعاف الجبال يمكن يجيبوا لنا حقنا. نحن نريد أن ندلهم على طريق يعطيهم حقهم دون أن يلجأوا إلى العنف. وهل تتفق معي واتفق مع الأخوة في أن استخدام مصطلح الأحزاب الدينية مضلل ويقصد به الحقيقة اختزال الحركة السياسية في الحركة السياسية، ويقصد به إدانة الحركة السياسية التي تستند إلى مرجعية دينية، يقصد به أمران خبيثان وليس أمرا واحدا، اختزال الإسلام في حركة سياسية وإدانة كل حركة سياسية تنتمي إلى مرجعية دينية بأنها دي ضد الطبيعة الوطنية وضد الطبيعة الليبرالية وضد الديمقراطية، وكلا الأمرين خطأ وغير صحيح. نعم. في رأي شائع وهو خاطئ يقال أنه إذا أجد جماعة من الناس وقالت أنا إسلامية ومرجعيتي إسلامية دبت في البلاد مثل النار في الهشيم، أنه أصبح الناس يؤيدونها لأنها ادعت أنه هي إسلامية. بتقدير أن هذا رأي تبسيطي جدا. الحركات الإسلامية التي أصبحت ذات نفوذ شعبي وأصبحت ذات قوى شعبية لم يكن السبب الرئيسي والأساسي أنها قالت أنا إسلامية، وإنما هنالك مجموعة أسباب تتعلق ببرنامجها بتاريخها بتضحياتها بعملها، بدليل أن هنالك
زمان طويل مر على هذه البلاد كانت هناك جماعات إسلامية وأحزاب إسلامية لم تكن قادرة أن تخرج نائبا واحدا إلى البرلمان، وكان معها الحق. المسألة ليست ترقية وليست مسألة متاجرة، ولو كانت المسألة بهذه السهولة لكان كثير من الانتهازيين لبسوا هذه الجبة وحكموا. لكن المشكلة أكثر من هيك. طيب كثير من الحكام يعتبرون أنفسهم أنهم حماة الإسلام ويدعون أنهم هم يعني أئمة الإسلام، مع ذلك لا يلقون شعبية ولا يلقون تأييدا ولا يلقون تعبئة. هذه مسألة تبسيطية. التصور أنك إذا قلت أنني حركة إسلامية أصبح الكل مؤيد لك، ممكن أن يبقوا بضعة أفراد ويبقى الشعب غير سائل عنه. هنالك شروط أخرى يجب أن تتوفر بالحركة السياسية الإسلامية، هذه الشروط وتتراكم عبر عملية تاريخية حتى تصبح هذه الحركة حركة مقبولة من جمهور واسع من الناس وتصبح ذات تأثير. والسبب ليس أنها ركبت الدين، وإنما لأنها بالفعل قدمت شروط أهلت، ولو كانت سمت نفسها وطنية وقامت بمجموعة هذه الأعمال وكان هذا برنامجها، أنا لا أستبعد أن تكون أيضا قوة جماهيرية يحسب لها حساب. هناك سنستمع للدكتور خلاص جلبي ثم نتجه إلى أستاذنا الدكتور أحمد الكبيسي، ولكن هناك مفارقة فعلا يعني تلفت الانتباه في الوقت الذي يعني يجري فيه الحديث عن إقصاء القوى الإسلامية في معظم المجتمعات الإسلامية على المشاركة السياسية، إقصاءها من جانب السلطة من جانب الدولة إذا جاز التعبير. هناك من يتهم الدولة، هناك من القوى العلمانية من يتهم الدولة بأنها مسؤولة عن خلق المناخ المناسب أو عن تعزيز نزعة التطرف الديني. كيف يكون ذلك؟ وهذه استمعنا إليه وقرأناه وليس كلاما بعيدا. تتهم الدولة بأنها متحيزة للدين، متحيزة للإسلام من خلال بعض البرامج الدينية، من خلال يعني بث الأذان في مواعيده. استمعنا إلى ناس يقولون هذا، إن الدولة هي التي عززت الاتجاه الديني الذي أفضى في النهاية إلى حركات التطرف. ففي الوقت الذي تشكو فيه القوى الإسلامية من أنها مقصاة عن المشارك السياسي من قبل الدولة، هناك قوى علمانية أخرى تحرض الدولة على أن تنفي الحد الأدنى من مظهرها الديني، لأنها تعتقد أن هذا رافد من روافد التدين ومن ثم الإرهاب والتطرف والعنف. قلت الدكتور خالد جلبي ثم نتوجه للدكتور أحمد الكبيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن أن الأسباب كما نعرف نحن في الطب بأنه عندما يحدث المرض فهناك مركب كومبلكس ملتي فاكتوريال يسموه، مجموعة من الأسباب لتوليد ظاهرة العنف. أولا بشكل سريع أقول أنه أنا رصي أصدت أمامي في الورقة هاي لا يقل عن 10 أسباب: بيولوجي، أنثروبولوجي، اقتصادي، ديموغرافي، جغرافي، مناخي، نفسي، إثني، عالمي، حضاري، صدام حضارات. ولكن هذا الاستعراض كله لا أريد أكد على نقطة واحدة وأنه مولتي فاكتوريال يعني مجموعة من العوامل. لكن تاريخ الجنس البشري سجل ظاهرة مريعة، وهي أنه خلال 3500 سنة كل 13 سنة حرب فيها سنة سلام، من أصل 14 13 مقابل واحد. ويقول بوتول العالم الفرنسي إن الجذام والطاعون والكوليرا وكل الأمراض بما فيه الإيدز الحالي ما فتك بالجنس البشري بقدر الحروب، أفلا يستحق أن نؤسس له مؤسسة؟ فراحوا عمل مؤسسة، فدرسوا الصدامات المسلحة. والملفت للنظر على ما يبدو أنه من ناحية الأنثروبولوجية بأن العنف نشأ كخطأ كروموزومي وكان يمكن أن لا ينشأ باعتبار الإنسان كائن ثقافي. فلما حاولوا العلماء يفسروا هذه الظاهرة راحوا لعلم الحيوان وقال يا ترى أن العنف هل هو غريزة بيولوجية مغروسة فينا؟ صحيح، ولكن يبدو أن نحن دماغنا، أنا كطبيب أبحثي، دماغنا مركب من 3 طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة المناطق الحيوية تحت هذه تشترك فيها مع كل الحيوانات، ثم طبقة الهايبوثالاموس هاي فيها العواطف والغرائز، ثم من خلال رحلة تطورية الإنسان الدماغ العلوي هو الريشن هو العقل هو المنطق، نحن هذا الذي نتمتع به. يبدو أنه العواطف بما فيها الغضب
أو كما قال صاحب كتاب تهذيب العراق وتطهير الأخلاق مسكوي سابقا، أنه هذه العواطف ضرورية من أجل أن تكون طاقة حيوية للإنسان، لكن على أن تكون شانلز يعني مقناة. إذا هذه الطاقة موجودة فينا بيولوجيا للحفاظ على حياتنا، ولكن إذا مشت في القناة تبعها عند ذلك تعطي ثمراتها، فإذا انفجرت حصل العنف. الآن نجي على نقطة ثانية غير بيولوجيا، أنثروبولوجيا. الآن سنستعرض كل هذه النقاط. لا 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 ما عشرة، أنا راح أحكي لها نقطة ثانية بس الأنثروبولوجيا الآن، أنا أحاول أمسك بإيدي هالموضوع هذا، أحطه مثل ما قال أستاذ أمين الشفيق أنه محاولة وضعه في ظاهرة علمية، مسكه علميا. من ناحية الأنثروبولوجية يبدو أنه الموضوع بعد ما المرأة عملت الثورة الزراعية وبدأت الحضارة ونشأ التخصصات ونشأ مجتمع المدينة وتحرر الإنسان لأول مرة من تاريخه من الخوف من الموت جوعا، نشأت الدولة. الدولة كانت ظريفة كونها احتكرت العنف مقابل منح الأفراد الأمانة. فنحن الآن هناك مجتمع، وأنت الآن تتحدث، الأستاذ عمارة جمنا عم يسمع، عم يشرب مينا قهوتنا إلى آخره، عم نسافر. إذا الدولة احتكرت العنف مقابل تأمين الأمن للأفراد، ولكن بكل أسف ما في دولة عالمية. لو أن هناك دولة عالمية لألغت الحرب من تاريخ الجنس البشري، وهذا الذي يفعله الجنس البشري الآن نحو تأسيس الدولة العالمية. لكن هنا اللفة الظريفة ومعنى الدين في التاريخ. الدولة عندما تكونت واحتكرت العنف نفسها نشأ عنا أمرين مرضين خطيرين. المرض الأول هو الحروب مع الدول المجاورة، والمرض الثاني الألوهية، لأن الحاكم لما يأخذ هالجرعة الرهيبة من احتكار العنف يبدأ بالألوهية فينتفخ. الآن الأنبياء جاءوا من هذا الموضوع من أجل تأمين العدل الاجتماعي. فإذا الحروب لم تسير والعنف لم يسير، يحدث في نزاع الدول مع بعض البعض أو عند انهيار الدولة داخليا عندما يفقد العدل. فجاء الأنبياء من أجل إعلان لا إله إلا الله، من أجل إقامة العدل، لأن الأنبياء جاءوا بالدرجة الأولى لإقامة العدل الاجتماعي. شكرا. وكلام الدكتور خالص دائما يعني يثير في النفس حاجات وحاجات، ويغري بالرد على كثير من النقاط التي يأتي بها. والحقيقة هو حاول أن أكبح جماح نفسي في هذا، ولكن إشارة سريعة فقط. الدولة العالمية التي تظن أنها لو قامت لأقامت السلام، الدولة العالمية موجودة وقامت بالعنف وقامت للعنف معا، هذا في رأيي وتقديري، والكلام طويل في هذا. دكتور أحمد الكوبيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أحيانا العنف أرحم مما نحن فيه. أنا عايز أروح. سنمارس عليك القمة للبقاء في هذه الحالة. يا سيدي بغفار سنين. يعني كما يقول علماء الفيزياء، لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه، وهكذا. طيب، العنف نوعان، إما أن يكون سمتا من 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 سمت المجتمع لا ينفك عنه لصيقا بوجوده، وإما أن يكون عارضا طارئا محدودا بالزمان الضيق ومحددا بالسبب المعين. القرآن يحدثنا عن مجتمعات كان العنف فيها سجية، كمجتمع فرعون وعاد وإلى آخره، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وقوم عاد وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وجدوا وانتهت المجتمعات وهي على هذا العنف. وهناك مجتمعات العنف فيها ظاهرة مثل ظاهرة الزكام، تأتي وتزول. فق أن هذا العنف الذي تتحدثون عنه هو بالنسبة إلى أكثر البلدان في العالم اليوم أمنا هو حالة من السلام. يعني هذه الأمة المباركة المرحومة الرحيمة اللي النبي قال عليه أن أمتي هذه أمة مرحومة، فيها الآن شيء من العنف لا يكاد يعتبر ظاهرة، ولا يمكن أن يكون العنف في هذه الأمة ظاهرة إلى يوم القيامة. لن تعرف الجريمة المنظمة ولن تعرف الفوضى العارمة، وإنما هناك سبب محدد. هذا العنف يمكن أن يزول بساعة رغم قلته كما أعتقد، ورغم كثرته كما يصوره الإعلان. يعني حالات محدودة فردية وقعت لأسباب قهرية ومعروفة، وأي وضحايا أي جريمة أخرى أكثر من ضحايا هذه 100 مرة. يعني الآن بالسجون بالعالم العربي والإسلامي ملايين السجناء
لقضايا ما لها علاقة بالحركة الإسلامية. ولكن كما قال الدكتور العوى وكما قال الدكتور منير، هناك قهر وقسر غير معقول وغير مألوف جرى على فئة من الناس، وكان المفروض أن يكون رد الفعل أقسى من هذا 100 مرة من واقعه الحالي، ولكن جاء هذا رد الفعل بسيط ومهذب ومؤدب إلا في حالات معدودة لا تزيد على أصابع اليدين. بدليل دولة من هذه الدول التي يتهم الإسلاميون بأنهم قتلوا ما يقرب 40,000، هذه الأجهزة القوية لهذه الدولة ما استطاعت أن تلقي القبض على 10 على 5 على 1 فعل بالتلفزيون. لماذا فعلت هذا؟ رأسا يقتلون 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 وما جلب ولا واحد أمام العالم أمام ذلك الشعب. تعال يا عم ليش فعلت هذا؟ أنت من أي جماعة؟ من سلطك؟ هذا ما حصل. 3، الآن أي دولة فيها عنف بتغيير وزاري بظرف ساعة ينتهي العنف. تعالوا عم احنا آسفين نتحاور كما تحاورنا مع إسرائيل وكما تحاورنا مع الشيطان، تعالوا تسدون دولة إسلامية ما نسمح، تعالوا على حل وسط. يعني سواء كان الجزائر أو غير الجزائر مما لا نذكر أسماء، والله بساعة واحدة فضل يا أخوان إلى جلسة عامة. حبيبي الغرب والعالم وإحنا ناس لا نملك القرار، لا يسمح بإقامة دولة إسلامية، تصير دولة شيوعية قومية مثل إسلامية ممنوع، وإحنا ما عندنا قوة ونحن مشتبكون مع العالم بمصالح، فشيلوا من الأذان حكاية دولة إسلامية. تعالوا تجدون تعالوا يسووا معارضة يسووا حزب نعقد هدنة، والله بساعة ينتهي. ولكن القضية سيدي كلنا نعرفها وكلنا نحاول أن نغطي يعني عيون عنها. الإسلام الآن لن يستر، الإسلام هدف الغرب الأساسي اليوم، هدفه أيديولوجيا وسياسيا وعسكريا وسمعة وسكرت معاهد لتلفيق الأكاذيب ومعاهد نفسية لتلفيق الدعايات عليه. ولذلك ليس في العالم العربي عنف ولن يكون في العالم العربي عنف، وكل ما جرى في التاريخ من عنف هائل ما طول يوم أو يومين أو 3. ولهذا التتار اجتاحوا العالم العربي كله، وحروب الطوائف في العالم العربي ما طول يوم، يعني الحرب بين فلان طائفة وفلان طائفة بقلب التاريخ يوم ليلة أمسية. أمة بطبيعتها لا تعرف الجنة المنظمة ولا فيها حقد، فيها خوف من الله وفيها عيب وفيها رأف وفيها رحمة باعتراف الغرب. أنا مرة لما في الحرب 67 لما أسر المصريون بعض الأسرى الإسرائيليين، جاء وإسرائيل أقامت الدنيا وأقعدتها على أسراها، ذبحوهم قتلوهم عذبوهم، وجاءت وفود من الأمم المتحدة ومن الإذاعات، وبأذني والله سمعت معلقا بريطانيا رغم موقف إذاعة لندن من العرب المسلمين تقول هذا كله غير معقول، ورحنا شفنا المصريين ماخذين بحافلات ودوهم إلى حديقة الحيوانات، وهذا بالنص وهذا طبع الأمة العربية لأنها أمة رحيمة. ما الذي جرى حتى أصبحنا وحوشا؟ ولكن بالله عليك واحد مهدد بعرضه وبأرضه وبحياته وفقد كل شيء اقتصادا ووظيفة وأصبح منبوذا وهو مقتول لا محالة، وبالتالي إذا مت عطشان فلا نزال قطره. ولذلك كل هذه الأسباب القاهرة وما يجري في سجون الدول التي تضطهد المسلمين، والله ما جرى في كل التاريخ. ومع هذا رد الفعل بسيط جدا، واحد قتل واحد، واحد رمى له قنبلة ولا قال ها اسمح لي يا اخي خليك من الكلام يا اخي خليك من الكلام لسه سألناك بالدروس ما جاوبت على الجواب يعني هذا اضطهاد. لا بس استاذ صلاح مره ثانيه اضطهاد، ساعطيك الحق بالتعليق على كلام الدكتور. من الجمهور مش من لا لا يستكمل الان الدكتور احمد الكويتي. يا اخي الحق اكمل موضوع يا اخي العزيز. يستكمل الدكتور احمد ثم ايضا اريد ان اؤخرك بعد ذلك فاذهب الى الجمهور ثم اعود اليك لتقول الذي تريد ثم تعطيني ان شاء الله. انا اطرح السؤال بشكل التالي، هل لو أن أي دولة من الدول التي تشهد هذا العنف البسيط الذي ضخم إعلاميا هل عندها القدرة أن تزيله بقرار أو لا تستطيع؟ والله بقرار واحد
ب5% من الحرية من الحقوق فقط وينتهي كل شيء. وحينئذ لا يبقى عنف ولا أبدا. ولكن ثق يا أخي العزيز أن هذا العنف مقصود ومدروس ومهيأ له أسباب ويراد له أن يستمر، وهو من أقوى عوامل من يريدون هدم الإسلام أن يكون هادما للإسلام. شكرا. أستاذ صلاح، غيرت رأيي قبل أن نذهب إلى الجمهور، أتوجه إليه. لا يعني سمحني أولا لما أدخل دعبس في عبدعبس هذايا علي دعبس يعني فوجئت بالعبارة ولم أبقى ألف وأدور. أنا تحدثت عن مسألة، أولا لست أنا دولة لكي أمنع الإسلاميين من الوجود. طيب لا لا لا، يعني كان المفروض يكون واحد يمثل سلطة رسمية ونسأله هذا السؤال، لماذا تمنعون بعض الحركات الإسلامية من الوجود القانوني؟ أنا قلت بأن كل الحركات لها الحق في الوجود، ولكن قلت إضفاء صفة الإسلامي على الحركة يحدث نوعا من الارتباك يحتاج إلى تحليل وتروي. اسمحني 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 أنا وحدة مسلمين، كلنا مسلمين كلنا مسلمين وكلنا مسلمين، وأنا مشكلتي ليست من منعك من هذا، أنا ليست مشكلتي مع الدولة القائمة باعتبارها هي تحمل صفة الإسلامي أم لا، أنا مشكلتي مع الدولة بأنها تمنع الحريات تقمع المواطنين لا توفر عدلا، هذه مشكلتي معها. إذا الأمر الثاني يا أخي هونت من مسألة العنف، لا يجب كل لا سمحني والله صنعت الحكومة سمحني 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 عليه. الحب في الأرض بعض من تصورنا لو لم نجده علينا لاخترعناه. دكتور أحمد، لو لم يوجد العنف لأوجدوه، هذا أخي استراتيجية. العنف استراتيجية سيدي والله، حلقة من حلقات الصفحات التي تعد أن يكون هناك عنف، وبالتالي اسأل أوروبا وصحفها كم من خبر قبر من الذين اشتركوا بهذا العنف ويقولون من الذي سلطهم وكملت أفواههم. نعم. شوف يا شيخ، أولا أنا أعتبر أن الخطاب الدعوي والتعبوي لا يمكن أن يساعدنا على التحليل العميق واستكشاف المستقبل. الأمر الثاني، ما يجري في الجزائر لابد أن نتوقف عنده. اسمحني اسمحني أنا قريب من الجزائر. نعمل لا لا لا, لا 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 ما يجري في الجزائر حال تحتاج منا إلى تحليل. أنا لم أدن أحدا، ولكن ذهبت واتصلت بالإسلاميين الذين أعرفهم بما في ذلك أبناء جبهة الإنقاذ. ما يجري شيء فظيع، ما يجري لم يخطر في بال أحد. أسألك سؤال محدد وليس أسمع هناك أسمعني أسمعني سؤال واحد، أقسمت عليك بالله. نعم. أنت هل في قناعتك أن جبهة الإنقاذ لها يد في هذه الفضايع؟ لا لا أنا قلت لك الحمد لله. لا لا اسمحني اسمحني أنا أكمل 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 أنا أريد أن أقدم بس تدخلين لمصلحتك، يعني لمصلحة حقك بالكلام. النقطة الأولى الحقيقة لا نناقش نحن الآن صحيح من الأطراف المسؤولة عن عنف الجزائر، ولكن نقر أن هناك عنفا في الجزائر وعنف واسع النطاق ومخيف، لكن لا نريد أن ندخل في النقاش حول يعني رد هذا العنف إلى أصوله وإلى مصادره، إنما العنف موجود بغض النظر هل ينسب لهذا الطرف أو لذلك الطرف، ولكنه موجود. هذه واحدة. وأما الثانية فكما دافعت عن حق الدكتور أحمد الكبيسي في أن يستكمل كلامه دون تدخل منك، أنا الآن أتدخل لمصلحتي فقول يعني لك أن تستكمل كلامك وحتى ينتهي ثم للجميع أن يردوا بما شاءوا. اسمح لي أنا لماذا ضربت مثال الجزائر؟ لأننا جميعا نريد للجزائر أن تخرج من محنة فيها. ما يقال بأن العنف الذي يجري لا يرتكبه إسلاميون أو لا يشارك فيه إسلاميون، هذا خطأ يزيد في إرباك الرأي العام ولا يحل مشكلة الجزائر. هناك من حمل السلاح بقناعة عقائدية أيديولوجية تحمل صفة الإسلام وقال أنا أقاتل هؤلاء من أجل الإسلام وإقامة الدولة الإسلامية. هؤلاء يرتكبون مجازر وجرائم، لابد أن بما في ذلك قتلوا إسلاميين مثلهم، قتلوا سواء من جبهة الإنقاذ أو من جماعة محفوظ نحناه، قتلهم عن قناعة، وهناك فتاوى وهناك محاكم أصدروا فيها هذه الأحكام. فما يجري في إسلاميين ضد العنف، فما يجري نعم في إسلاميين ضد العنف في الجزائر، في إسلاميين ضد العنف مثلا يعني جماعة محفوظ نحن ضد العنف بس شو بس النهضة مثلا
انها ضد العنف القسم الاكبر من جبهه الانقاذ. انا اتحدث انا اسف يعني انا قلت لك أنا هناك قسم من الاسلاميين. انا لم اعمم. قلت لك هناك قسم من الاسلاميين. هؤلاء كيف نخاطبهم؟ باي لغه؟ هل نعاونهم ونقول لا وراء يمكن ان تكون هناك اجهزه هنا الاجهزه ساهمت غير الاسلاميين اجهزه ساهمت في قسم غير الاجهزه ساهمت لكن هناك قسم من الاسلاميين عن قناعه نعم. يمارسون هذا العنف وهو عنف نعم. مرفوض مطلقا نعم. هو العنف الذي يجري في الجزائر لا يدافع عاقل عنه. هذه جريمة في حق الأمة ويجب أن نقول هذا بمنتهى الوضوح. ولكن إصراري على أن لا نتحاول الآن حول المسؤولين عن هذا العنف في الوقت الحاضر لا لشيء إلا لأنه لا نريد أن يخرج أحد من هذه الندوة أو من هذا الحوار بصورة مبتسرة. يجب أن نعطي الحق لأطراف مختلفة في هذه الحالة لكي يتحدثوا. على سبيل المثال استمعنا إلى ناس علمانيين من الجزائر على شاشات الفضائيات العربية يردون العنف إلى قوى وأجهزة غير الإسلامية. كل عنف أو جزء منه هناك من يرى ومن العلمانيين. أنا لا أقول بهذا أنا الآن لا أتخذ موقفا إنما أقول إن هناك آراء كثيرة مختلفة حول هذا الموضوع. هناك من يقول إن شطرا من يرد إلى بعض إلى قوى إسلامية وشطر آخر إلى قوى أخرى غير إسلامية بالتأكيد. وهناك من يقول أنها يعني الجماعة الإسلامية التي خرجت من حضرة التيار الرئيسي لظروف معينة هي المسؤولة. وهناك من يخرج الإسلاميين كلا وتفصيلا إن لم يكن لشيء إلا القول بأن الذي يرتكب مثل هذه المجازر لا يمكن أن يكون مسلما بلها إسلاميا. فكيف رسمه الإسلام؟ فأرجو أن نتحدث عن العنف والأرضية الاجتماعية السياسية الاقتصادية العنف لأن هذا هو موضوع هذه الحلقة. أما العنف إطلاق على هذه الهيئة لا شك أنه مرفوض ومدان من الجميع. أعرف أنه الأساتذة على المنصة الرئيسية يعني يريدون الكلام حول هذا الموضوع سأعود إليهم ولكن لابد نستمع الآن إلى الجمهور. هناك حول قضية هل تم إخطاء الأحزاب الدينية. الحقيقة أنه ليس الأحزاب الدينية وحدها اللي تم إقصائها عن القرار في الوطن العربي وإنما جميع الأحزاب تم إقصائها ولكن الأحزاب الدينية أخذت حتى يعني نصيب أكبر من الأحزاب القومية أو الشيوعية في الوطن العربي. نصيب أكبر في ماذا؟ في المشاركة في المشاركة والعمل. ولكن تصرفاتها وعنفها هو الذي أدى إلى الحملة الشديدة المتواصلة حولها في هذه المرحلة. ونأخذ مثلا مصر. في مصر كانوا الإخوان المسلمين جمال عبد الناصر بيان جمال عبد الناصر شغالين بمصر لكن إطلاق النار على جمال عبد الناصر من قبل جماعة الإخوان المسلمين أدى إلى وقوف جمال عبد الناصر ضد هذه الجماعة رغم أنه فيما بعد وقف أيضا ضد الحزب الشيوعي لأسباب أخرى. ولكن في أيضا في الجزائر الانتخابات أدت إلى نجاح الحركة الإسلامية في الجزائر لكن بعد نجاحها وقف مسؤول جبهة الإنقاذ ليقول أن الديمقراطية إلحاد. فكيف يمكن التعامل مع هكذا حركة إسلامية؟ أنت ترى أنه حرمانها من الانتخابات كان حقا مشروعا للدولة. لا أقول ذلك أنا مع التعددية ولكن في نفس الوقت أن يدعي المسلمون بأن الديمقراطية إلحاد معنى ذلك أنهم لا يريدون مشاركة. أنا خصصت من تحدث لا تضيع الدقيقة. لا قلت الإسلاميون الحقيقة ويجب أن نكون دقيقين في الكلمة. إذا كان هذا رأيك في حقك أن تقوله ولكن إذا أفهمه أنا رئيس جبهة الإنقاذ في الجزائر قال بالحرف الواحد أن الديمقراطية إلحاد. ولا رئيس ولا نائب. النقطة وصلت على حال. لا أنت أخذت دقيقتين مني. لا أعطيتك دقيقتين. والتجربة في أفغانستان أيضا والدعم الأمريكي للحركة الإسلامية. لماذا هذا الدعم؟ هل أمريكا حريصة على الإسلام؟ لماذا دعمت الحركة الإسلامية؟ طيب شكرا هذا يكفي. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية ما يحدث في الجزائر هو يعني ليس ما إلا يصور أنه هنالك تشوهات
للإسلام بقصد تشوه الإسلام. فنرى شيخا يحمل مسواكا ويدعي الإسلام ويقوم بسفك الدماء وقتل الناس، فهذا فلا أتصور أن من يعتنق الإسلام يمكن أن يعمل مثل هذه الأعمال. ثانيا، تتحدثون عن العنف وكأنه لا يحدث عنف إلا في الجزائر، فها نحن نرى عنفا في العراق، عنفا في البوسنة والهرسك وفلسطين، فأرجو أن يكون الحديث بشكل عام وليس عن الجزائر. شكرا، ويعني امتداد النقطة أرجو فعلا أن يعني نتحدث بصورة عامة عن الأوضاع ولا نخصص الحديث عن حزب معين أو جماعة معينة أو عن نموذج واحد. الميكروفون معك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تركيا في وقت من الأوقات تانسو تشيلر اتهمها مسعود يلمز بأنها اختلست مبالغ مالية، وبناء على ذلك تم إقالة حكومتها ولم تحاكم. لما وصل أربكان بالرفاه وسابقا كان السلامة، لما وصل إلى الحكم أصبحت الدوائر تدور حوله وبدأ العسكر يلوحون، ثم ما لبثوا أن أسقطوا حكم أربكان حتى قبل أن يصل بهم إلى نتيجة. لماذا يتم حرمان الحركات الإسلامية من الوصول إلى السلطة؟ لأنه هذا معروف، كل إنسان يجلس على الكرسي يحب الكرسي ولا يستطيع التنازل عنه. شكرا. دكتور محمد الهاشم الحامد يحب أن يعلق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أبدأ بقول ما أنه مع الدكتور أحمد كبيسي، أنا متفق معه أنه التسامح الدولة العربية وانفتاحها واحترامها للقانون وللحرية حيكون من أفضل وأهم الحلول لظاهرة العنف. أبدأ بما أتفق فيه معك عشان تعذرني بعدين فيما أختلف. حينما يثبت لك مثلا زي ما قال صلاح الدين الجورشي، حينما يأتيك شريط الجماعة الإسلامية المسلحة وترى كيف حكم الأخ المرحوم محمد السعيد الله يرحمه مسؤول جماعة الجزأرة في الجزائر، وكيف كان زعيمهم رئيس مجلس الشورى تبعهم، ثم قرروا يقتلوه شباب ملتحين وقالوا له انت اصبحت كافر، وبعدين خلاص انتهوا منه هو وعبد الرزاق رجان اللي كانوا مطاردين من طرف الحكومة، لم تقدر عليهم الحكومة فقدرت عليهم جماعة إسلامية. هل يجوز شرعا بعد ذلك ان نسميهم إسلاميين؟ حينما ترى الجماعات الأفغانية ديك اللي كانت تأتينا هنا وفي السعودية وفي أمريكا وفي بريطانيا وتأخذ منا الأموال جهادا في سبيل الله، تراها بعد ذلك دمرت كابول كلها بالمدافع بين بعضها البعض، وترى طالبان الآن تمنع ترفض الحوار مع حكمة يار ورباني وسياف، انسحبوا قبل يومين ورفضوا الحوار. هل هذه الجماعات هل يجوز بعد ذلك الإبقاء على تسميتها إسلامية، أم نسميها مثلا جماعات إجرامية، أم نسميها جماعات حزبية بعيدة تماما بعد عن الإسلام؟ ثم سؤال ثالث، إذا اختلف مثلا الجماعة الإسلامية المعينة هذه اللي هي ما تعتمدش العنف في مصر وفي الكويت، اختلفوا في تصنيف شيء معين، وإذا قالت الجماعة الواحدة مش الجماعتين إنه في عصر ما قبل 10 سنوات أن نسمح بالأحزاب حرام ومخالف للشريعة الإسلامية، هي نفس الجماعة، ثم عدت بعد سنوات فقالت لا الإسلام هو هذا وغيرت رأيها، فهل ينفع الإسلام إذا الجامعة الذي تدعو إليه أنت كعالم من علماء الدين في كلية الشريعة وتكتب عنه أن يرتبط باجتهاد الجماعات الإسلامية هذه بالحزبية الصغيرة تذهب به مرة يمينا ومرة يسارا، أم نقول لهم أنتم مسلمون مخلصون على الرأس وعلى العين محترمون، خلكم جامع، لا 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 اجتهدوا في السياسة، لا لا خذوا حزب، لا لا خذوا حزب، الذين لهم حزب خذوا حزب واشتغلوا به واجتهدوا به، تصيبون وتخطئون كعامة الناس، لكن ليس من الضروري أنكم إذا شرقتم قلتم هذا هو الإسلام، فإذا غيرتم رأيكم قلتم لا الإسلام هو هذا. يعني هل ينفع إذن أن نبعد أحيانا الصفة الإسلامية شوية من الذين قتلوا محمد السعيد ومن الذين دمروا كابول ومن الذين زي ما حكيت لك مثلا غيروا الرأي نفسه في 2 أو في 5 سنوات؟ هل من المصلحة دائما يا أستاذ أحمد أنه نربطهم دائما بالإسلام، أم قد يكون من الخير للإسلام أولا ولهم أن نجعل هذا الفصل وهم مسلمون يجتهدون كعامة الناس؟ وزي ما قلت لك أختم بأن أقول لك أنا معك تماما أن الحرية هي أفضل حل للتخلص من العنف. هذا سؤال إلك
والاستاذ صلاح الدين الجورشي بس. انا ثاني واحد السؤال. نعم. تدخل سريع مني اقول للمشاهدين الذين لم يشاهدوا الحلقات السابقه ان كثيرا من هذه الموضوعات التي اثارها الدكتور محمد الحامدي قد اثيرت سابقا، وقيل الكثير في ادانه العقلية الإطلاقية التي تدعي احتكار الحقيقة المطلقة وتنطق بالإسلام حصرا دون غيرها، وقيل الكثير عن ضرورة التعددية في الرأي الإسلامي، بل ضرورة التعددية بمشيئة الله في البشر عامة من إسلاميين ومسلمين وغير مسلمين. فنحن ندفع من جديد لما ناقشناه سابقا و يعني أسهبنا في ولكن آن الأوان أيضا أن نتحدث عن الطرف الآخر، عن الجانب الآخر الذي يسهم في خلق هذه الظاهرة. وأرد بالكلام نظام جديد نقطتين فقط. النقطة الأولى يا دكتور حامدي، أنا أستطيع أن أوصل لك من هي جبهة الإنقاذ أصلا وفصلا وشخصيات ومبدأ وفكرا، واللي براهم الأستاذ من العنف. تستطيع أن توصل لي من هم هؤلاء الشرالم الذين قتلوا هذا الشغل الطول عليه؟ من هم ومن أين جايين؟ ممكن الآن يهود يغلط على إسلاميين. هل تعرف أن النبي جاء عن الله وهو أسلم وجاء إلى مصر مسلما؟ هذا لا يعني شيئا، قطعا ليسوا إسلاميين. هذا واحد. الشيء الثاني، أنت تقول عندكم مالكم ساعة 50 ساعة تبصون في الديمقراطية، والديمقراطية تحمي صندوق الانتخاب. صندوق الانتخاب. وبالتالي صندوق الانتخاب قال يا جماعة احنا بدنا هالدراويش هالملاهي هالمسلمين، احنا بدنا اياهم. فازوا في مصر وفازوا النقابات وفازوا في السودان وفازوا في تركيا وفازوا في خليهم يضربوا، جربنا الشيوعيين والقوميين وكل الناس. طب طولس احنا فرصة ايضا. الله يوفق. بس افغانستان ما جاوبتنيش كمان. ولا افغان افغانستان لها وضع اخر يا اخي، اتق الله فيما تقول. افغانستان لها وضع اخر. انت تعرف ماذا تعني افغانستان؟ افغانستان لعبة امريكا يا رجل. من يوم ما سمع يلسن دي بوش في موسكو وثاني يوم السحر الجيش الروسي، ما اقول ما تعرفوا بالسياسه، حنعلمكم السياسه بقى يعني. يعني ما جاوبت، ما جاوبت. هل المجاهدون اداه امريكيه؟ يا دكتور وليد، نعم. انا الحقيقه عندي سؤال مش مداخله. من الذي يصر على تسمية الجماعات الإسلامية التي ترتكب العنف في الجزائر بالإسلاميين، بالجماعة الإسلامية؟ هل هم الحركات الإسلامية والقوى الإسلامية أم الغرب أم الحكام أم العلمانيين الذين يصرون حتى لا يقبلون أن يسموا بالجماعات المسلحة؟ من الذي يصر على إطلاق الإسلامية على كل حالة شاذة؟ الإعلام؟ حتى أنا أعرف أن كثير من أجهزة الإعلام إذا مر عليهم الخبر أن الجماعات المسلحة في الجزائر قتلت كيف وكيف يصرون أن يكتبوا الجماعات الإسلامية. فكيف تنقلب الصورة كأنما الحركات الإسلامية هي التي تصر أن يكونوا هؤلاء؟ علما لم أسمع أحد من الذين تدخلوا إلا وأنكروا أن تقوم جماعة بقتل الأبرياء والمسلمين وتدعي أنها إسلامية بأنها إسلامية. هذا موقف عام بين الإسلاميين، والعكس هو الصحيح. فكيف ينقلب المجني عليه انه هو الجاني؟ الحركة الإسلامية هي المجني عليها في هذه القضية، والجناة هم الذين يلبسون الجرائم بالإسلام. هؤلاء الجناة حتى لو كانوا لو ادعوا هم أنفسهم انهم إسلاميين، الحركات الإسلامية هي تنكر عليهم ذلك. ولكن أنت لا تقول أن الذي يتهمهم وأنت منهم تحاول أن تصر أن هؤلاء الجماعات الإسلامية. هذا من تلفيقك. أنا قلت لا تقولني ما لم أقل، ليس هذا من حقك ولم أعد أسمح لك. أنا قلت لك في هذا البرنامج إذا كانت لديك الأمانة الأخلاقية لتقول هذا ليس من الإسلام فقل. أنا أقول من يقتل مسلما بمثل ما فعله أولئك الذين أشرت إليهم لا يمكن أن ننسب فعله إلى الإسلام. أيضا لا أذهب الذي يبيع الموقف السياسي بأنه إسلامي. ليست مشكلتنا فقط أن يسمى بالإسلاميين هم الذين يرتكبون أعمال العنف، وإنما أيضا المنبطحين الذين يحملون الإسلام ليمسوا القضايا الأساسية في الأمة. هؤلاء لا يجوز أن يسموا طبعا بالإسلامية. الذين يزايدون ويتهمون مخالفيهم الذين تعودوا المزايدة أكثر من بطحين وقادتهم.
رجل لا يستحق الجواب. لو سمحتم لا بد أن أتدخل هنا الآن. نحن نناقش أفكارا ومظاهر وقضايا تمس تاريخ الأمة وتمس واقعها ويمس مستقبلها، فيرجى أن لا يختزل النقاش في الخصومة الشخصية إن يعني كان هذا قائما على نحو أو آخر. ولكن الحقيقة أنا ظننت في حدود ما أسمع وفي حدود ما أقول أنه قيل بشكل واضح، وأريد الآن أن أطلب سماعه من جديد فعلا إرضاء لسؤالك وإرضاء لسؤال يطرح من غيرك أيضا، بغض النظر عن الشعار الذي يرفعه هؤلاء الذين يمارسون القتل بهذه الطريقة الإجرامية العشوائية، وأنا حكمت قيميا عليها الآن في معرض السؤال. نعم، الذين يمارسون هذا سواء رفعوا شعار الإسلام، سواء بدأوا أصلا من منطلق إسلامي وانتهوا إلى تصورات ما تزال تحمل شعار الإسلام، أو كانوا غير ذلك، يعني لم ينطلقوا أصلا من حركات إسلامية أو جاءوا من مصادر أخرى، أو كانوا هذا وذاك معا، بغض النظر الذي يمارس هذه الأفعال هل ينطبق عليه وصف إسلامي مسلم؟ الذي يقتل الطفل والذي يقتل المرأة والذي يقتل الشيخ والذي يقترف مثل هذه الجرائم الجماعية الكبيرة هل ينطبق عليه أنه إسلامي؟ ومن من جديد من الذي يصف هذا الوصف؟ لنسمع الجواب. أنا كنت قد سبقت وقلت ما عندي في هذا، ولكن أريد أن أسمع من الأساتذة. دكتور محمد العوض أجيبك ثم أرد على ما كان ينبغي الرد عليه. نعم. الذي يقتل سائحا وطفلا ورجلا مسلما مثله ومجاهدا مختلفا معه في الرأي وآمنا في وطنه، كل هؤلاء ليسوا مسلمين وليسوا إسلاميين بالقطع. ولا يغرن الناس أن له لحية، وكما قالت الأخت هنا يحمل مسواكا في جيبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فليس حمل اللحية وحفظ القرآن دليلا على الإسلامية، الدليل على الإسلامية الاستقامة على ما أمر الله تبارك وتعالى به. والله حرم الدماء إلا بحقها، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه إلا بحقها في المواضع المستثناة في الجرائم أو في الحروب التي يجيزها الإسلام. أما فيما يحدث بين المسلمين بما في ذلك أفغانستان التي تحرج أخي الدكتور أحمد من الإشارة إليها، الذي يحدث في أفغانستان إجرام وأصحابه مجرمون سيحاسبون عليه أمام الله تبارك وتعالى، والذي يحدث في الجزائر إجرام وكل من شارك فيه مجرم، وهذه قضية لا يجوز أن يختلف عليها المسلمون. إنما موضوع برنامجك الذي جئنا من أجله العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وطرحت سؤالا ولم يجب عنه أحد، ما بال إخواننا الذين يلومون دولنا لأنها تمارس الإسلام بإذاعة الأذان وإذاعة القرآن؟ أريد أن أعطيك مثالا ليسمعه الناس. يوم الجمعة الماضي أقيمت صلاة الجمعة في عاصمة دولة إفريقية، أمها رئيس إفريقي وحضرها 70,000 مصلي في دولة كل أهلها مسلمون إلا بضع عشرات دخلوا في دين المسيحية نتيجة التبشير الكاثوليكي. أصدر بضع العشرات هؤلاء بيانا أذاعته الإذاعات، أنا سمعته بأذني من إذاعة لندن في أخبار الساعة 7 من صباح يوم السبت الماضي قبل أن أتي إلى عمان مباشرة. يقول البيان إن إقامة صلاة الجمعة، الجمعة أعظم شعائر الإسلام، لها سورة باسمها، ونحن مأمورون إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أن نسعى إلى ذكر الله ونذر البيع، والذين لا يفعلون ذلك متهمون بأنهم لا يعقلون. إذن هذه الشعيرة العظيمة أقيمت في بلد إسلامي صلى فيها 70,000، صدر بيان يقول إن إقامة هذه الصلاة بهذه الطريقة أمر مرفوض لأنه يهدد علمانية الدولة. ماذا يفعل عامة المسلمين اللي مش مثقفين زي صلاح الجورشي وزي الأستاذ الدكتور هاشم الحامدي؟ ماذا يفعلون وإلى من يلجؤون؟ ليس هناك حزب ولا جمعية تحميهم ولا رئاسة دينية تدافع عنهم، سوف يلجؤون إلى النقمة على هذه الجماعة التي تتهمهم في شعيرتهم، وسوف ينقمون على الدولة التي تسكت عن هذه الجماعة وتسمح لها بانتقاد شعائرهم. أحد أساسيات وجوهريات منع العنف أن يكون هناك احترام متبادل، مش فقط للشعائر والعقائد وإنما للحريات المدنية والسياسية. إذا فقدنا الاحترام المتبادل للشعائر والعقائد وهي قمة السقف الذي يستظل به الإنسان،
فقدنا كذلك الاحترام المتبادل للحقوق السياسية والحريات المدنية، وأصبحنا فوضى، كل واحد يأخذ حقه بيده. أما إذا عشنا في مجتمع يحترم الحقوق والحريات ويحترم الشعائر والعقائد والعبادات، فإن حالنا لا يكون كذلك. تصحيح أخير، تصحيح أخير تاريخي للأخ الذي تحدث عن مصر وقال إنه كان الإخوان يعملون في ظل عبد الناصر إلى أن حاولوا قتله في سنة 56. لا، الحقيقة سنة 54، الحقيقة الإخوان اعتقلوا في سنة 53 وظلوا معتقلين إلى أن جاءت أزمة مارس تبع سلاح الفرسان خالد محي الدين وحمد نجيب، فأخرجوا بعد هذه الأزمة على هدنة لم يلتزم بها الطرف الآخر، والقصة طويلة. لكن الذي بدأ بالعدوان هو نظام ثورة 23 يوليو وليس الإخوان المسلمين. هذا تاريخ وليس دفاعا عن الإخوان المسلمين، هم قادرون على الدفاع عن أنفسهم جدا، لكن بس التاريخ لأنه تاريخ بلدي ينبغي أن يصحح. نعم. شكرا. الحقيقة فيما تبقى لنا من الوقت كلمات قصيرة من الإخوة. الحقيقة الدكتور خالص طلبها قبل الجميع فأعطيه إياها. دقيقة واحدة لم يكن معنا إلا اللي قال أستاذ سليم العوى، أنا واقف عليه تماما، بس المخرج، المخرج فيما لو أنه النقمة صارت بعنف مضاد، العنف ما بحل العنف طبعا، العنف يجر عنف المضاد. فأنا وصفتي أقترح عليهم وصفة جديدة هي تكتيك أبو ذر الغفاري. الصحابة انقسموا ثلاث أقسام، منهم من اشترك بالقتل، ومنهم من انعزل، ومنهم من قال الكلمة وتحمل المسؤولية. أنا وجهة نظري إذا الحكومة قالت لنا سأعتقلكم، يعني في الجزائر لما قطعوا في الطريق على الانتخابات هذا خطأ، لكن مقاومة خطأ مو خطأ مضاد، عملوا مثل الأربكان وهي نحن يا جماعة مستعدين تسجنونا، ما في حاجة تبعثوا السيارات، نحن سنذهب نحن وأولاد أطفالنا للسجون. هالطريقة هاي اللي هي المحافظة على إرادة الآخر، لأن العنف يجر العنف المضاد، والعنف يعني إلغاء وتحطيم الإرادة المقابلة، في حين اللاعن يحافظ على الإرادتين بإرادة مشتركة. وشكرا. شكرا. أنت موافق على وصفتي بس أنا مش موافق على تشخيصي. أنت غير موافق على ماذا؟ أنا هو وافق على تشخيصي بس أنا غير موافق على وصفتي. نعم. الحقيقة الترتيب هكذا، كلمة قصيرة للأستاذ صلاح الدين الجورشي، ثم الأستاذ مولاي شفيق، ثم يختم لنا الدكتور أحمد الكوبيسي. لا يعني نحن متفقين، انا اعتبرها الحلقه هذه او الحصه هذه حصه جيده لانها وصلت الى نتيجه، اننا اجمعنا على ادانه نوع من العنف الذي يطلق او يمارس باسم الاسلام ويوجه للابرياء والمدنيين والاجانب. انا اعتبر هذا يعني نتيجه استنتاج هام جدا. الاستنتاج الثاني الهام وهو اننا نجمع ونعمل جميعا من أجل تحقيق الحريات في بلداننا من خلال النضال السلمي والنضال المدني ضد هيمنة الدولة وهيمنة الحكومات على المجتمعات المدنية وخنق الحريات. إذن نحن بين طرفين نناضل من أجل فرض الحريات، ومن جهة آخر نناضل ضد اللجوء إلى العنف كوسيلة للتغيير. حقيقة عندي نقطتين فرعات. النقطة الأولى، أنا أوافق الدكتور خالد جلبي أن العنف يجب أن لا يستجلب ردا عنيفا كما حالة الفيزياء أنه لكل فعل رد فعل، لأن الذين يفعلون ذلك يذهبون بأنفسهم إلى التهلكة. العنف إذا كان مجرد رد فعل فهو تخبط أعمى وسيضر صاحبه ويضر البيئة. النقطة الثانية التي أراها جوهرية وأساسية، أن الأمة بحاجة إلى مصالحات وطنية عميقة تشمل كل القوى، تصل إلى نوع من العقد الاجتماعي يمكن من خلال هذا العقد أن تنظم الخلافيات، الصراع، المنافسة إذا كان سيكون هناك منافسة، تنظم قضية التعدديات، قضية احترام الآخر، قضية تبادل الآراء، توضع خطوط حمر لبعض القضايا التي يجب أن لا يقترب منها، ويكون في هناك اتفاق وطني عام في كل بلد على هذه القضايا. فليس فقط أن نقول أننا نريد ديمقراطية وإطلاق الحريات إلى آخره، رغم أنه هذا يعني شعار إيجابي جدا، ولكن هذا قد يولد أو يفجر صراعات كثيرة، لأن المنافسة ليست بالضرورة أن يكون القانون الحاكم بين القوى السياسية هو المنافسة، والمنافسة بتلك القوة، وإنما الوصول لعقد اجتماعي يتفق عليه الجميع وتتاح فيه الحرية بأقدار مناسبة وتعطى الفرص للمشاركة وتعطى الفرص لوقف الإقصاء ولوقف كبت الآراء، بتصوري هذا طريق عملي
في بلادنا أكثر من قضية المنافسة أو يعني تكريس المنافسة بهذا الشكل، وهذا من أفضل القضايا لوقف العنف وتجنب هذه الطريق والمسالك. شكرا. الكلمة الأخيرة للدكتور أحمد كبيس. والله أخيرا أقول أنا يعني بناء على ما تعانيه الأمة الإسلامية من شقاء ومعاناة، يعني ممكن ولو على صغر شأني أقول أتوجه باسمنا جميعا، باسم الحاضرين جميعا، باسم الجمهور الذي يسمعنا، وباسم سجا إلى الحكومات العربية والإسلامية الموقرة المحترمة بكل رجاء وبكل احترام أن يفتحوا باب الحوار مع شعوبهم، وهم مهما كانوا فهم فهي شعوبهم، ويدوك منك وإن كان الشلاء. ولذلك أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذه الحكومات إلى أن ينزعوا هذا الفتيل بمجرد حوار، والله سينتهي كل شيء. وإن كنت لست ولا من الجماعة الإسلامية ولست منظما، أعرف الناس بسطاء ونياتهم سليمة، والكلمة الطيبة عندهم صدقة، والكلمة الطيبة عندهم تعطي ثمارها. فعسى هذه الحكومات تفتح باب الحوار، وحين سترى أن الأمور تعود إلى مجراها والأمة تبدأ مشوار من جديد. وأعتقد أن الجماعات الإسلامية الحقيقية الكبرى ليست مغفلة وليست ساذجة، تعرف أنه في هذا الظرف العالمي من الصعب عليها أن تستقل بالأمر، ولهذا فإن الوقوف أو الوصول إلى حلول الوسط جدا مقبول. وشكرا. شكرا. لحظة دكتور أحمد، أنا قلت أنه نختم بالدكتور أحمد، ولكن أيضا أحب أن أسمع من الدكتور محمد سليم العوض في دقيقتين قبل أن نختم هذه الحلقة. أنا الحقيقة أريد أن أقول أن موافق على كل ما ختم به إخواني الدكتور أحمد والأستاذ منير والأستاذ صلاح الجورشي، لكن لا تزال قضية الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعنف غير محلولة. طالما ظل العلاج الذي يقدم لشعوبنا وشبابنا علاجا قاصرا بالصورة التي ذكرنا بعض أمثلتها واللي ربما الحلقة الثانية تزيد في بيانها، ستظل هناك أسباب دافعة إلى العنف، وما لم يقضى على هذه الأسباب لن يقضى على العنف، ومهما صغرنا من شأنه أو وصفناه بحقيقته أو بالغنا فيه، بذوره موجودة وبذوره موجودة في مجتمعاتنا، وما لم يقضى على هذه البذور وتنزع تلك الفتائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية التي ذكرناها في كل الحلقة، سيبقى العنف دائما. نحن نريد له أن يزول، فلنزل أسبابه ولنذهب بها إن شاء الله. والحقيقة كما ذكرت نحن أردنا نتحدث عن الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد ركزنا على الجانب السياسي وربما نستكمله أيضا، فنتابع إن شاء الله النقاش والحوار حول موضوع الأرضية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للعنف في الحلقة القادمة. وفي نهاية هذه الحلقة أشكر أساتذة الكرام الذين شاركوا فيها بهذه الحيوية الجميلة والمؤثرة، وأشكر الجمهور الموجود معنا في الاستوديو، كما أشكر عامة مشاهدينا على شاشة التلفزيون. وإلى أن نلتقي في الحلقة المقبلة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.